فيجوز أن نقول نحن طالبان أو نحن طالبتان.
ويجوز أن نقول نحن طلاب أو نحن طالبات. هذا ما يخص الضمائر المتكلم، الضمائر الخطاب المشهورة التي هي أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. الخطاب أنت بفتح التاء وأنت بكسر التاء، أنتما بالمثنى الأربعين، وأنتم بجمع جماعة الذكور المخاطبين، وأنتن جماعة البنات المخاطبات. فيجب أن نقول أنت مهذب أو أنت طالب، أنت طالبة، أنتما طالبان أو طالبتان، أو أنتم طلاب أو أنتن طالبات مهذبات طالبات مهذبات. هذا ما يخص الخطاب الطيب، وهي ضمائر الغالب التي نعرفها جميعا، وهي هو ضمائر الغالب هو هي هو هم هن. تشبه استخدامها في ارتباط ضمائر المخاطب هو تاتي مع المفرد المذكر فاقول هو تلميذ او طالب، هي طالبة او تلميذة، هما طالبان او هما طالبتان فكانا طالبان، هم طلاب جماعة الذكور، هن طالبات جماعة جماعة الإناث. فهل الضمير يأتي دائما منفصل؟ أحيانا يأتي متصل عندما أقول كتابه ملابسه، والضمير هنا الهاء المتصلة بالاسم. فمن الممكن أو ملابسك أو ملابسي. تمام. العلم هو تعريف طبعا هو من ضمن المعارف، القسم الثاني من المعارف العلم، القسم الثاني من المعارف تحدثنا ان القسم الاول هو الضمائر، القسم الثاني هو العدد. تعريفه هو ما دل على معناه بدون واسطه، فهو ما دل على معناه بدون واسطه. وسبق ان اشرنا الى العدد انه الذي يدل على اسم شخص، اسم الانسان، او اسم مكان من البلاد او المدن، او اسم يدل على الزمان، هي الاشهر المشهوره عندما نقول رمضان، شعبان، رجب، وهكذا. بلاد تكون مصر، حمص، القاهره، الاسكندريه، فلسطين، بورسعيد، امريكا، وهكذا. عندما نشير الى شخص نقول محمد، ابراهيم، عيسى، موسى، ابراهيم، وهكذا. اسم الاشاره من اسماء الاشاره نعرفها جميعا، وهي أثناء الإشارة. هذا تعريفه أولا هو ما دل على معناه من تعريفه بواسطة الإشارة التي تصارف النطق به. فالأصل في الإشارة أنني عندما أستخدم اسم الإشارة أن أشير، عندما أقول هذا فأنا أقصد مفرد مذكر، أقول هذا طالب. عندما أستخدم هذه أقصد مفردة مؤنثة، فأقول هذه طالبة. هذا للمثنى بنوعيه، للمثنى بنوعيه، وهذان هذان المثنى المذكر، عذرا، المثنى المذكر، وهذان للمثنى المؤنث، وهؤلاء للجمع من العلم الأعظم. طب أي جمع غير العاقل مستخدم مع هذه؟ وهذه بصدد أيضا للجمع غير العاقل. نمثل على ذلك عندما نقول هذا طالب، هذه طالبة، هذان طالبان، هذان طالبان.
ذلك لا يكون شيئا بعيدا. المفرد المذكر تلك، المفرد المؤنث والجمع غير العاقل، وأولئك وذلك الجمع من العين، وتلك مقدمه في بدايه الضمير فيهما مستمر مع المذكر سواء كان المذكر او المؤنث، واسم الاشاره هو ما دل على معناه وصوره الاشاره التي صاحب المخ به. فالاصل عندما استخدم اسم الاشاره تشير الى الشيء القريب، عندما يكون شيئا قريبا مني اسماء الاشاره تستخدم مع بعيد، عندما يكون شيئا بعيدا عني مثلما اقول تلك السماء لا يجوز ان اقول هذه السماء، هي بعيدة عني جدا، فأقول تلك السماء. الاسم الموصول تعريفه هو الذي يدل على معناه بواسطة الجملة التي تأتي بعده، يدل على معناه بواسطة الجملة التي تأتي بعده، وتسمى هذه الجملة صلة الموصول. والأسماء الموصولة تبع الفاعل الذي والتي واللتان واللتان واللائي واللات والذين، الذي مع المفرد المذكر استخدموا مع المفرد المذكر، والذي مع المفرد المؤنثة، اللتان مع المثنى المذكر، اللتان مع المثنى المؤنث، الذين مع الجمع المذكر، اللائي أو اللاتي مع جماعة الإنس. المقترن بألف، الاسم الخامس أو المعرفة الخامس هو الاسم المقترن بألف. إن تعريفه هو الذي يدل أو هو ما دل على معناه بواسطة التعريف التي سبق وأن تحدثنا عنها في بداية الشرح، عندما تحدثنا عن النكره وانه قلنا انه يقبل دخول العين ويصبح دخول العين، فالاسم المطلوب بآل التعريف هو اسم معرفه، واسم معرفه، فاي اسم نكره اضيف اليه ان اصبح اسم معرفه. عندما نقول الفتاه الام الام الاب الجندي الجندي وهكذا، تعريفه انه اسم مضطرب مبال، عندما اساله لماذا هو معرفه اقول لي انه مضطرب بألف وانه مضطرب المعرفه. القسم الثالث من المعارف هو مضاف للمعارف السبب ذكرها او مضاف لمعرفه، ما هو تعريفه معناه ايضا هو ما دل على معناه بواسطه إضافته لمعنى. فالذي يضاف إلى الضمير يصبح معرفة، عندما نقول محمد كتابه جديد، عندما نتحدث عن كلمة كتاب منفردة فهي نكرة، فإذا أضيف إليها معرفة هو كلمة الضمير لا أصبحت كلمة الكتاب معرفة، وهنا معرفة وهذه نكرة. والمضاف أيضا إلى العدد، عندما أقول كتاب محمد، عندما نقول كتاب محمد أصبحت هذه مضافة وهذه مضافة إليه، فكتاب هنا لإضافتها إلى اسم معرفة أصبحت معرفة لأنها مضافة إلى اسم معرفة، وهذا هو العدد، فهنا أصبحت هنا معرفة. عندما نضيفها الى اسم الاشاره، عندما نقول كتاب هذا التلميذ جديد او مقيم، فاضفنا كتاب الى هذا الذي هو من ضمن المعارف، فاصبحت ايضا كلمه الكتاب معرفه. عندما نضيفها الى اسم الموصول، عندما نقول كتاب الذي
يجتهد محبوب، فكان الكتاب انما اضيف الى الذي والذي هو من الاسماء الموصوله المعارف، اصبحت كلمه الكتاب معرفه وان تعالى معرفه، والاسم الموصول صفر تحدثنا عنه انه يكون على معناه وسط الجمله التي تاتي بعده وتسمى صفه الموصول التي هي تلك الجمله جمله الفعليه يجتهد الذي فدل على معناه خلاص كلمه يجتهد يعني كتاب مجتهد كتاب المجتهد محبوب خلاص جديد محبوب لا يجوز نتحدث عن كتاب مجتهد جديد كتاب الذي يجتهد جديد عندما نضيف المعرفه الكلمه النكره الى معرف ال تصبح ايضا معرفه فاقول كتاب الطالب جديد فاضفنا كلمه الكتاب الى معرفه الا هو المعرف ال او المقترب ال فاصبحت كلمه الكتاب معرفه نرجع الى النكره النكره هو ما دون ذلك دون هذه المعارف السته اذا لزمنا الكلمه تدل على ضمير وتدل على معناها وصلة تكلم او خطا او غيره فانها نكره ولا تدل على علم او تدل على استشاره تدل على اسم موصول او مضارب ال او مضاف معرفه تنتمج الى هذه ان الاسم النكره الذي يضاف المعرفه يصبح معرفه فننتمج الى ان كلمه كتاب مضطرده هي نكره انما عندما اضيفها الى المعرفه وسبق وتحدثنا واصبحت معرفه النكرات يبقى كل اسم ليس ضميرا او علم او اسم مشاره او اسم موصول او مضطرب الي او مضاف الى المعرفه. ياتي السؤال في الامتحان ويتحدث فيقول لي استخرج اسم معرفه او نكره فعندما ابحث عن كلمه معرفه يجب ان ابحث عن ضمير سواء كان منفصل او متصل او علم او اسم مشاره او اسم موصول أو مضطرب الآلة أو اسم مضاف إلى المعرفة مثل كلمة كتاب في هذه المسألة السابقة وهي مضافة إلى معارف فهي أصبحت معرفة إلى المعارف والتي بعدها أيضا معرفة لأنني أضفتها إلى معرفة. من الممكن أن يأتي سؤال في الامتحان يقول لي حول هذه الجملة للمفردة حول الجملة التالية إلى المفردة المثنى والمثنى والجمع بنوعيهما فأقول هذا هو الطالب الذي يحترم استاذه ويحبه زملائه نقول هذا هو الطالب الذي يحترم استاذه ويحبه زملائه هيا معي نبدا الى تحويل هذه الجمله الى المفردة المؤنثة جمله جمله عندما نحولها الى المفردة المؤنثة سوف نقول هذا مؤنثة هذه وهذا مؤنثة هو مؤنثة هي الطالب مؤنثة الطالب الذي مؤنثها الذي يحترم عندما نفسدها الى مؤنث تصبح تحترم إن هذه هي الضمير التي تحترم أستاذ الضمير أحوله مذكر إلى مؤنث إلى أستاذها تحترم أستاذها و يحبها الضمير يشمل على ما نتحدث عنه زملاؤها هذه الصيغة مع المفردة المؤنثة نحولها أيضا إلى المثنى المذكر
المثنى مذكر مثنى هذا مع مذكر هذا هما الطالبان اللذان يحتاجان أستاذهما ويحبهما زملاؤهما. نلاحظ هذه حوالي كل الضمائر والأسماء التي تقابلني إلى مثنى هذان هما الطالبان اللذان يحتاجان. نتذكر كلمة يحتاجان والناس التي يخصها وهو نفس الأفعال الخمسة أستاذهما ويحبهما زملاؤهما. هذا هو مثنى المذكر. عندما نحولها لمثنى المؤنث نقول هاتان هما الطالبان اللتان تحتاجان أستاذهما ويحبهما زملاؤهما أو يحبهما زملاؤهما يجوز. للجمع المذكر نقول جمع مذكر نقول هؤلاء هم الطلاب الذين يحتاجون أستاذهم و يحبهم زملاؤهم. هؤلاء هم الطلاب الذين يحتاجون أستاذهم ويحبهم زملاؤهم. مع جمع المؤنث وجماعة الناس نقول هو مصلحهن الطالبات اللاتي يحترمن أستاذهن ويحبهن زملاؤهن. لاحظ كل الضمائر التي تقابلني من الاسماء الى الجمع المؤنث هؤلاء هن الطالبات اللاتي يحترمن استاذهن ويحبهن زملاؤهن. جمله ايضا من النطق ان ياتي ويقول لي اجعل النكره معرفه والمعرفه نكره. عندما نقول سؤال آخر من الممكن أن يأتي في الحالات في إضافة إلى الاستقرار فيقول لي مثلا حول أو اجعل النكرة معرفة والمعرفة نكرة. ممكن أن يأتي يقول لي اجعل النكرة معرفة والمعرفة نكرة فيما يأتي. فنقول أقبل صديقي في سيارة
جميلة أقبل صديقي في سيارة جميلة مع أخيه ليقضي يوما في القرية أي معك أقبل صديقي في سيارة جميلة مع أخيه ليقضي يوما في القرية. أولا أسأل نفسي أولا أين النكرة وأين المعرفة؟ أقبل كلمة كلمة ليست معنى هي فعل. صديقي اسم مضاف شيء هل هو ضمير؟ لا. علم؟ لا. اسم إشارة؟ لا. اسم موصول؟ لا. مقترن هل؟ لا. مضاف إلى معرفة؟ طبعا. صديقي مضاف إلى المتكلم معرفة أو كلمة أو صديقي أو معرفة كلمة صديقي أنا مضاف إلى معرفة. في حرف وليس معنى محتاج تختص الأسماء فقط. سيارة هل هي ضمير؟ لا. هل هي علم؟ لا. اسم إشارة؟ لا. اسم موصول؟ لا. مقترن هل؟ لا. مضاف إلى معرفة ليس مضافا. ليست اسم إشارة اسم موصول ولا معرفة ولا علم ولا مضاف معرفة ولا ضمير ولا مقترن بأن في أيضا نكرة. مع ليست مع أيضا. أخيه اسم مضاف بضمير أصبحت معرفة هي مضافة لمعرفة هي معرفة هذه كلمة معرفة ليقضي فعل ليس معي يوما نكرة في حرف اسماعيل اركاب القرية معرف بأن فهو معرفة لأنه معرف بأن أي معنى عندما حددت أولا المعرفة الكبرى لنفعل ما طلب مني أن أحول المعرفة لنكرة والنكرة لمعرفة فأقول أقبل صديق ونحن يعني نتكلم في نحول السيارة إلى معرفة في السيارة الجميلة أو في سيارته الجميلة مع أخيه نحن الضمير يقول مع أخي ليقضي لك يوما أحوله إلى معرفة فأقول اليوم في القرية معرفة نحن هل في قرية هذا ولا توفيق ف هذا المثال اصبح سهلا بسرعه عندما حددت المعارف الكلام فاستطعت ان احول المعرفه الى نكره وكتبت المعرفه واتمنى ان اكون قد فهمتم في شرح هذا الدرس لكم واتمنى ان اكون قد استفدتم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.